السلام عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة السعادة المفتقدة لبابجي. دلوقتي أنا هوريك إزاي تلعب بابجي من غير ما تقطع، ومن غير ما يبقى فيه إطارات فيها تشويش أو اهتزاز أو أي حاجة لأي تليفون عموما. حتى لو الرامات بتاعتك 2 جيجا هتعرف تقدر دلوقتي تشغل بابجي وتلعبها من غير اي تقطيع، وهتبقى فيها سريع جدا. اول حاجة هنكتب فلاش دوج، هيجي لك اللي هو فلاش دوج جرافيكس بابجي، هتخش عليها. هو هي دي الايقونة بتاعت البرنامج، هي دي واجهة البرنامج. هتدوس تثبيت. طبعا عايز اقول لكم ان البرنامج خفيف جدا جدا جدا، ما فيهوش اي مشكلة على الجهاز، مساحته قليلة جدا، وبيه هتقدر تلعب بابجي بكل سهولة من غير تقطيع ومن غير اي مشكلة معاك. خلينا نشوف، بعد ما ثبتنا البرنامج هنفتحه. تمام، الإعلانات طبعا. أول ما فتحت البرنامج جابلي بابجي موبايل، هو على طول هو أصلا مخصص لبابجي. في عندنا حاجتين هنا: التعرف على إعدادات تحسين الجرافيكس بواسطة المعالج، وفي حاجة تانية اسمها تخصيص. تخصيص ديت لو أنت دخلت تخصص الإعدادات المتقدمة. دلوقتي أنت عايز الجرافيكس يبقى اتش دي مصقول، اتش دي ار، انت على حسب تليفونك. انت هتخليه متوازن، مانع التشويش هتخليه زي ما هو، جودة الرسم التقسيمي متوسطة، الظلال هتخليه. انت هنا اي اعدادات هتعملها البرنامج هو اللي هيتحمل الحاجات دي بدل الرامة والبروسيسور والكلام دوت. تمام، الدقة هي 960 في 540، احنا هنخليها مثلا 1024. تمام، الجرافيكس خليناه متوازن. هنا ال FPS هنخليه 60. تمام، الحاجات دي كلها طبعا ما فيش مشكلة فيها. هنا الجي بي يو اللي هو البروسيسور هتخليه تمكين، مش تعمل تعطيل. تمام، وتقوم خارج. لو عايز تلعب البرنامج هو اللي يعمل لك الحاجات ديت بدل تخصيص، هتدوس هنا وتلعب على الوضع دوت. هو على حسب الرامات بتاعتك والبروسيسور هو مظبط لك كل حاجة، انت مش تعمل اي حاجة. لو جينا على اللي احنا خصصناه هنخش نلعب. طبعا هتشوفوا فرق شاسع في اللعبة، فرق سرعة، فرق حركة، مش هتحس ان في تقطيع ولا في اي حاجة. انا طبعا ما قطعتش اي حاجة من الفيديو، ولا هقطع ولا هعمل اي حاجة، عشان تشوفوا كل حاجة على طبيعتها. تمام، طبعا دي واجهة ببجي زي ما انتم شايفين كل حاجة هنا. طبعا انت مش تعمل اي حاجة غير انك تخش تجرب. انا عايز بس نجيب، دلوقتي انا دخلت تدريب بحيث ان انا اوريكم الحركة، سرعة الحركة، اللعب، كل دوت هوريه لكم داخل اللعبة. بصوا الجرافيك، بصوا الفريم
حركة بتاع في اللعب. بص ال 1020 اللي احنا عملناهم طبعا في ماسك السلاح، مثلا الام هتاخد السلاح، مش مفيش اي تقطيع ولا اي تشويش في اللعبة ولا اي حاجة. بص خليك معايا، بص ولا اي تقطيع اهو اهو، لو حد شك ان في تقطيع او اي حاجة اهو اللعبة اهو اهو. ده برنامج هيخلي اللعبة سريعة جدا، كل حاجة قدامك اهوت اهو، ولا اي تقطيع ولا اي حاجة اهو. انا عمال الف كل شوية. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله في حلقة جديدة عن بابجي. استنوني.